نخلة الأريكة تسمى نخلة الفراشة، من الإضافات الجميلة لأي منزل، بتدي انطباع الجو الاستوائي، تعتبر من النباتات متوسطة الرعاية. واحدة من أهم أسباب الحفاظ عليها هي الإضاءة، تحتاج إضاءة قوية غير مباشرة، شباك جنوبي أو غربي، بس طبعا اوعى تعرضها لأشعة الشمس المباشرة. لو مفيش شبابيك ما تقلقش، الإضاءة الصناعية هتقوم بالواجب. بتحب الرطوبة المتوسطة إلى الرطوبة العالية؟ أهم حاجة نسبة الرطوبة تكون فوق 50%. لو رشيت الأوراق بتاعتها مرتين في الأسبوع هتكون مبسوطة منك قوي. حاول تحافظ على رطوبة التربة تكون متوسطة، متسيبهاش تجف حتى النهاية أو الأوراق هتسقط منك وتصفر. اهتم بالتسميد جدا ليها في فصل الصيف وفصل الربيع، مش مهم تسميد نخلة الأريكة في فصل الشتاء ولا فصل الخريف. ممكن تستخدم أي سماد سائل عضوي أو استخدم الأسمدة الجافة بطيئة الذوبان. تحتاج تغيير للتربة كل سنة أو سنتين، بس وانت بتغير السندانة اعمل حسابك في حاجتين. أولا، نخلة الأريكة مش بتحب السندانة الكبيرة، بتحب السندانة الملمومة اللي يدوبك على قد حجمها. الحاجة التانية، وانت بتغير السندانة اوعى أبدا تجيب سندانة أعمق من السندانة القديمة، لازم تكون نفس العمق يا إما الأوراق هتصفر منك والأطراف هتبتدي تتحرق مع الوقت. وأثناء النقل اوعى تلمس الجذور، الجذور بتاعتها حساسة جدا جدا. وبالنسبة